يوم الجمعة اضطراب جوي سيخص الواجهة الغربية وكذلك السواحل الوسطى، احتمال بعض الأمطار أكثر غزارة عن الواجهة الغربية خاصة المرتفعات الداخلية تحت وقع الرعود، دائما هبوب رياح قوية على الواجهة الساحلية الوسطى وكذلك الغربية. الأمطار ستمتد إلى غاية مناطق الجنوب الغربي، درجات الحرارة في تراجع على الواجهة الوسطى والغربية تبقى فصلية على الجنوب. خلال نهاية الأسبوع إن شاء الله خلال يوم السبت تحسن في حالة الطقس، رغم ذلك بعد انقشاع ضباب على الواجهة الساحلية وكذلك المرتفعات طوال الهضاب فالأجواء تصبح مشمسة مع هبوب دائما رياح قوية قد تصل غاية 60 كيلومتر في الساعة على الواجهة الساحلية الوسطى والغربية حتى على المرتفعات الداخلية الغربية. سحب ستنتشر على شمال الصحراء أكثر كثافة على مناطق الجنوب الغربي خاصة على منطقة تندوف، أمطار تحت وقع الرعود، درجات الحرارة في استقرار. خلال بداية الأسبوع إن شاء الله أجواء مغشاة تقريبا على كافة المناطق الشمالية، سحب عابرة ستخص شمال الصحراء أقصى الجنوب لكن أكثر كثافة على منطقة تندوف، احتمال بعض الزخات من المطر تحت وقع الرعود، درجات الحرارة في ارتفاع خاصة على الواجهة الوسطى وكذلك الغربية خاصة على المرتفعات.